السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده حابب أتكلم عن حاجة ساعدتني في الفترة الأخيرة جدا في إن أنا يعني أحافظ على وقتي بشكل أكتر أثناء استخدام اليوتيوب من على جوجل كروم. أول حاجة لما باجي أفتح اليوتيوب العادي، يوتيوب دي المفروض يتفتح لك الفيد، المفروض يتفتح لك حاجة زي كده، بيجيب لك في الهوم الحاجات اللي انت ايه ريكومندد، هو بيركومندها اليوتيوب يعني. ولكن انا بقيت مخليه يظهر بالشكل ده، ممنوع ان انا اخش على الفيد مع ان انا داخل على اليوتيوب عادي. طبعا اداة المنع دي انا لسه مستخدمها قريب، يعني اسمها شيلد، فين فوكس شيلد. الاداة دي انا بعد ما عملتها عملت طريقه معينه ان انا ما اقدرش اشيلها اصلا من على الجهاز عندي، تمام. طيب ليه عملت كده؟ او خلينا نسال سؤال تاني، طب لو انت حابب تتفرج على اليوتيوب اصلا بتخش تعمل ايه؟ بخش على اليوتيوب من هنا من الفيد سبسكريبشن. ايه الفرق ما بين الفيد اللي زي ده والفيد سبسكريبشن؟ الفيد سبسكريبشن هو بيجيب لك الفيديوهات بناء على ايه؟ بناء على القنوات اللي انت عامل لها سبسكريبشن. وطبعا مش محتاج اقول لك ان انت اي قناه هتلاقي نفسك عامل لها سبسكريبشن وبتجيب لك فيديوهات مش مفيده او فيديوهات ضاره، هتعمل ايه؟ هتخش على القناه تعمل ان سبسكرايب، هتلاقي الفيديوهات بتاعتها اختفت من قدامك. طيب دخلت على الفيديو مثلا او بحثت عن الفيديو اللي انا عايزه، خلينا نقول مثلا فتحنا فيديو زي ده، طيب ما هو برضو قال ان المتقين ممكن اتسحل في فيديوهات تانية. هنا في اتنين تيبس. اول تيب ان انت لما تيجي تفتح الفيديو تلاقيه اتفتح بالشكل اللي انت شايفه ده. طبعا اغلب الناس لما تيجي تفتح بتلاقي الفيديو معمول بالشكل ده كده، لا انا عايزه يفتح بالاكسباندد. طيب جت منين الحاجات اللي تحت دي؟ دي اكستنشن اسمها انهانس فور يوتيوب. الاكستنشن دي فيها شوية خصائص جميلة جدا، تعال نشوف مثلا زي حتة هو يعمل لك اكسباند للفيديو بحيث انه يتفتح بأكبر إيه؟ بأكبر مساحة ممكنة. طيب نعملها إزاي؟ نخش على الترس ده وبالـ Options وندور على الـ Expand اللي هو Automatically Expand the Video Player. ده كده هيخليك مور فوكس على الإيه؟ على الفيديو اللي أنت قررت إن أنت تشاهده. تاني حاجة هي إن مفيش فيديوهات ريليتد هنا، نفس فكرة الفيدز. ما أنا لو دخلت على الفيديو والفيديو جر فيديو جر فيديو جر فيديو وأنا أصلاً ما كنتش طالب أتفرج على الفيديوهات دي، هي فيديوهات كويسة مفيدة بس انا مش طالبها. وزي ما انت دخلت على فيديوهات ممكن تبقى مفيده وكويسه وممتعه، ممكن كمان تقابلك فيديوهات مش مفيده وضاره. وان هو طبعا خلي بالك ان اليوتيوب بيعملوا صب نيل قوي جدا يشدك، وممكن يستخدموا كمان صور، يعني استخدام الالوان، استخدام الايحاءات، استخدام اصلا عناوين للفيديوهات ملهاش علاقه بالموضوع. دي مشكله بجد في محتوى اليوتيوب. يعني انا نفسي اعمل حاجه في اليوتيوب يبقى فيه ريبورت كده، لان العنوان بتاع الفيديو ملوش علاقه بالمحتوى. طيب ازاي نخفي الجزئيه بس الريليتد ده؟ الاول ان انت برضو بتخش على الانهانس وتكتب هنا ريليتد، هتلاقي ان هو ايه هايد ريليتد فيديوز. طيب في كمان خاصيه كمان ان انت تخفي الشورتس. طب واحد يقول لي طب انت ليه خفيه الشورتس؟ من اخطر الحاجات عليك وانت بتستخدم اليوتيوب من على جوجل او بتستخدم اليوتيوب بشكل عام. ليه بقى؟ لان الشورتس هي فيديوهات اولا مش هتعرف تحصل منها على معلومه كامله، هي فيديوهات قصيره فيها مقتطفات من العلم. حابب تتعلم حاجه روح لفيديو طويل مناسب، طوله مناسب، يعني فيديو زي ده يعتبر مش طويل، الفيديو ده 3 دقايق بس هو محتوى مناسب. هو الفكره هو مش محدود بال3 دقايق دول، هو لما الفكره خلصت خلص الفيديو. انما الشورتس هو محدود بوقت، فسواء الفكره تم شرحها او ما تمش شرحها هو غصب عنه لازم يخلصها في الوقت القصير ده. طيب طبعا غير طبعا بقى ان اصلا الفيديوهات الشورتس انت بتقعد سكرول فيديو ورا فيديو ورا فيديو، طيب في الاخر هتوصل لايه؟ ما هو الفيديوهات دي ما بتخلصش، سواء بقى الشورتس الموجوده على اليوتيوب، الريلز او الشورتس الموجوده على الفيسبوك، كل الحاجات دي وقفها بالله عليك. فانت ممكن توقفها في اليوتيوب من هنا بطريقه بسيطه جدا. طيب ليه برضو يعني ما دام انت وصلت معايا لغايه هنا، يعني هتسالني يعني السؤال بقى اللي هو ليه ده كله؟
ما تسيب الشورتس، ما تسيب الريليتد فيديو، ما تفتح يا عم الفيدز، ايه المشكله؟ ما فيديوهات بيركومندها لك اليوتيوب، والالجوريزم بتاع اليوتيوب ذكي بيعرف يجيب لي فيديوهات انا فعلا ببقى عايز اتفرج عليها. الفكره كلها جت من باشمهندس محمود ابو زيد، احمد ابو زيد سوري. باشمهندس احمد ابو زيد طبعا من الناس المحترمه جدا، وعمل فيديو انا بقول ان هو من افضل الفيديوهات اللي موجوده على القناه، وهي فيديو ممل لا تشاهده. طبعا الفيديو ده قعد قدامي فتره طويله جدا ما بتفرجش عليه، لان اهم موضوعات التحدي دي من الحاجات اصلا اللي انا ايه بفكر امنعها، ان انا ما اتفرجش على اي فيديو، لغايه ما جه في يوم يعني ابتديت اشوف السبسكريبشن بتاعي، دايما بحب كده اخش على السبسكريبشن، فلقيت ان انا تقريبا متفرج على اغلب الفيديوهات، وده الفيديو الوحيد اللي انا ما اتفرجتش عليه، فقلت خلاص اخش اتفرج عليه. فبصراحة يعني ما ندمتش خالص، فيديو ممتاز جدا، وكل الأفكار بتتقال بطريقة يعني من غير مونتاج ومن غير أي حاجة. طبعا يعني أنصحك بشدة إن أنت تتفرج على الفيديو ده، بس في الفيديو ده في الحاجة اللي مخلياني أتكلم لغاية دلوقتي. إيه بقى الحاجة دي؟ تعالوا نسمعها مع بعض. فبرضه الشيء الجميل ان انت لما بتتصفح المحتويات السريعه دي انت بتقدم لك وجبات لم تطلبها. يعني انت لما بتخش مطعم المفروض انت اللي بتطلب، لا انت بتفتح التطبيقات ديت ولنفترض ان هي مطعم، فبتلاقي ان بيعرض عليك وجبات انت لم تطلبها وبتاكلها غصب عنك، سواء حلوه سواء وحشه، سواء متفق معاها سواء مش متفق معاها، سواء اثرها عليك سيء سواء عكس كده. فخدها قاعدة عندك بصراحة، يعني افتكرها كده، لا تأكل طعاما أنت لم تطلبه، لا تأكل طعاما أنت لم تطلبه، لأنك ممكن تخش مطعم يحط لك طعام ما بتحبوش، أو يحط لك طعام حرام يعني اتخنت وهتاكله، جه هو جه قدامك وهتاكله، فصعب قوي الموضوع ده. فكذلك لا تشاهد شيئا أنت لم تبحث عنه، لا تشاهد شيئا أنت لم تطلبه، خدها كده قاعدة، لا تشاهد شيئا أنت لم تطلبه. مشكلة المنصات دي أو مشكلة المحتوى السريع إنه الطريقة اللي بيعرض لك بيها الحاجات هي بترفع وما أنتش عارف إيه اللي جاي، يعني اللي جاي ده ممكن حاجة تخسرك صيامك وممكن حاجة كويسة، فمقامرة هي قمار، يعني هو نوع من القمار فعلا، مقامرة أنا ما لا أقدم عليه، ما أحبش إن أنا أعملها خالص. تمام؟ فلازم أنت اللي تكون ماسك اللجام. لازم انت اللي تكون ماسك اللجام وممشي الركب بتاعك كده في الطريق اللي انت رايحه، وما تخليش حد يلبسك اللجام ويسحبك. يعني انا اسف للتشبيه بس ده يمكن اللي بيحصل، انت فعلا مسحوب، انت بتتسحب، انت ما عندكش تحكم انت رايح فين. لما بتسيب نفسك للالجوريثم هي اللي تحدد تعرض لك ايه او ما تعرضلكش ايه. تمام؟ فحاول انت اللي تكون ماسك اللجام، ما تتفرجش على محتوى انت ما طلبتوش، ما تفتحش وتقول يلا نشوف ايه الكلام النهارده او هنتفرج على ايه النهارده، ما تاكلش اكل انت ما طلبتوش، افتكرها بكده، ما تاكلش اكل كل مره بتسوايب وما انتش عارف ايه اللي جاي لك، افتكر ان ممكن اللي بيتحط لك ده هو حاجه حرام، اكل حرام. تمام؟ فالخلاصه حاول تشغل الوقت ده، يعني الوقت ده كده اعتقد يعني الفكرة اللي أنا بحاول أوصلها والبشمهندس أحمد بيحاول يوصلها هي دي، بس كانت حاجة ممكن تساعدك إزاي تعمل حاجة زي كده. بس طبعا والموضوع مترك يعني حريتك لدماغك، أنت شايف إن الموضوع عادي فعادي، أنت شايف إن شايف زي وزي البشمهندس أحمد، وعلى فكرة زي ناس كتير، وأغلب الناس اللي متعلمين بجد طبعا الواحد لسه يعني في بداية يعني حياته، الواحد مش كبير قوي، بس فعلا أنا لما بشوف الناس الكبيرة اللي رأيها يؤخذ في حياتي ما لقاهوش عمره أبدا يستخدم تطبيق زي كده أو يستخدم حاجة، هو بيبقى داخل، هو داخل يعمل كذا، بيخش ويقفل ويطلع. حتة الاستخدام زي ما الباشمهندس أحمد قال كده، التداخل ما انتش عارف ايه اللي هيطلع لك، ده غلط جدا. وبس كده، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وبعتذر لو طولت شويه في الفيديو، بس يعني شايفها بصراحه فكره مهمه جدا، واتمنى اكون ايه عرفت اوصلها. طبعا لو ليك اي سؤال عن التطبيق او قابلتك اي مشكله ممكن تكلمني. السلام عليكم.